أول اتحاد تشكل أفتكر سنة 75 برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة سلمان، وأمانة السر أستاذ المرحوم إبراهيم الهاشمي. فهل الاتحاد كان اتحاد نشط؟ احنا طبعا ما ندري، قبل ما في اتحاد كان في اتحاد الرياضي، بس هل الاتحاد كان اتحاد نشط؟ وبدينا بداية حلوة وفيه سفرات كثيرة، يعني وصلنا لدرجة ان في السنة يمكن 4-5 سفرات نطلع، من معسكرات الى مشاركات بطولات دورات. يعني اتحاد ما كنا نقعد في البحرين، كل وقتنا كنا مسافرين. يعني رحنا اول سفرة للمعسكر رحنا بانكوك سنغافورة هونغ كونغ، يعني شوف دول بحريني عمره 16-17 سنة رايح هونغ كونغ، يعني عالم ثاني، شفنا اشي غريبة وعجيبة. فيعني بالنسبة لنا كان يعني شفنا الدنيا في هالوقت ذي، تعلمنا كثير من السفرات.